خير وحلقة جديدة من الجسر نقرب المسافات. مشاهدين الأعزاء في كل مكان، بأحييكم من مصر. عبرنا المحيطات لنصل بكم ونتواصل من مصرنا الحبيبة، من القاهرة وبالتحديد من أمام النيل الخالد. النيل الخالد شريان الحياة في مصر وفي للعرب جميعا. ومهما حصل ومهما تدخل أي شخص أو أي دولة أو أي حد إن هو يحرم الناس دي والشعب ده من النيل، مش هيقدر يعمل حاجة خالص. فأنا بحييكم من القاهرة من أمام النيل. أعزائي مشاهدين، حلقتنا الليلة يمكن هيكون فيها حلقات منوعات كثيرة ومواضيع، هنناقش مواضيع متعددة مختلفة المجالات. هنشوف مجال الاستثمار في مصر وصل لإيه؟ وصلنا بالاستثمار والمناخ الاستثماري في مصر وصل لحد فين؟ وإيه اللي بيحصل في بالنسبة للاقتصاد المصري من خلال ضيفتنا اللي هتكون معانا النهاردة، وهي رئيسة اتحاد المستثمرات العرب بجمهورية مصر العربية. هيكون معانا الدكتورة هدى ياسة. أيضا هنناقش منتدى شباب العالم نتائجه الإيجابية وما حدث هناك والتوصيات وإيه اللي استفدناه، من خلال أيضا استضافتنا لشابة من الشباب اللي كانوا حاضرين هذا المنتدى، وأيضا هي صحفية ناشطة جدا في كل مكان بتغطي الأحداث يمكن بتفاصيل هنعرفها أكثر في لقائنا معاها. هنناقش موضوع هام جدا وهو مشروع هام جدا، وهو المشروع الثروة السمكية في مصر اللي بينفذ في كفر الشيخ. في كفر الشيخ في مزرعة سمكية أو مزارع أسماك بتنشأ في كفر الشيخ، هنتكلم في تفاصيلها من خلال أيضا لقائنا مع الصحفية هبة عبد العزيز. في شباب وشابات عملوا حاجة جديدة في مصر، يعني المصريين دايما عندهم الجديد وهم بيخترعوا وعندهم يعني نوع من انواع المواهب اللي هي الدفينه اللي عايزه بس حاجه كده تتحركها وتطلع. فالشابات اضافوا لعبه جديده، لعبه رياضيه، وهي من اهم الالعاب في الولايات المتحده الامريكيه، وطبعا حضراتكم كلكم عارفينها، وهي الفوتبول الامريكي او كره القدم الامريكيه. فكره القدم كونوا فريق شابات بنات بيلعبوا كره قدم امريكيه زي حضراتكم بتشوفوها والولاد بيشوفوها، ويمكن الفقرة دي هتعجب الشباب والولاد أكتر. فريق كرة قدم أمريكية بمصر مكون من شابات هيكونوا معنا النهاردة، وهيكون معنا الكوتش بتاعهم كمان. أيضا هيكون لنا لقاء هام جدا، وهو الحديث الذي أجرناه داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة، وده يمكن حصري ولأول مرة في السفارة الأمريكية أنه بيدخل تلفزيون ويصور من الداخل. فأنا طبعا بشكر فريق البرنامج في مصر وعلى رأسهم الدكتور فهد بنهاوي. فكان لنا لقاء مع القنصل الأمريكي بالسفارة الأمريكية صوفيا دونيل، كان لقاء هام جدا. بنتكلم عن موضوع التأشيرات، الناس اللي عايزة تدعو مثلا أهلهم يزوروهم، زيارات، ياخد فيزا، ازاي الطريقه المظبوطه ان انا اخد فيزا واطلع على امريكا ازور مثلا قرايبي او اتفسح، او والفيز والطرق الصحيحه اللي المفروض نتبعها لنحصل على الفيزا الامريكيه. ايضا بالنسبه للامريكان اللي معاهم، الامريكان اللي هم ما عندهمش اي جنسيه غير الامريكيه والخدمات اللي بتقدم لهم
القنصلية. أيضا المصريين، وده هام جدا، المصريين اللي معاهم الجنسيتين الأمريكية والمصرية، وإزاي يتعاملوا وإيه اللي ممكن يستفيدوه من القنصلية الأمريكية بمصر. في حاجات كتيرة جدا هتكلمنا عليها القنصل صوفيا أودينيل. أيضا حاملي الجرين كارد أو البيرمننت ريزيدنت، مهم جدا إن هم يعرفوا إيه اللي يقدروا يعملوه في القنصلية وإيه اللي ممكن وإيه اللي ما ينفعش إنهم يعملوه في القنصلية. فطبعا ده هنتكلم فيه مواضيع كثيرة وهامة جدا، ولقاء حصري مع السفيرة أو القنصل. على فكرة أنا ما قلت سفيرة، يعني إحنا زي ما إحنا بنقول كده مثلا دايما بنراقي الناس في الألقاب بتاعتهم، بس فأنا حاولت أقول امباسدور، فالأسيستنت بتاعها قال لي لا معلش سوري هي قنصل مش امباسدور، وهي طبعا أجريد بكده. فمهم جدا إن إحنا نلقب الناس بألقابها الحقيقية، يعني العقيد أقول له عقيد والعميد أقول له عميد، مش لازم أقول له عميد ليه هو، أو مش لازم أراقي الناس يعني. فدي حاجة كده إيه حصلت معنا هناك. طبعا عايز أقول لكم إن إحنا داخل السفارة الأمريكية أنا حسيت إن إحنا كنا في أأمن مكان في العالم، يعني الشارع من الأول خالص الشارع مقفول. طبعا كل ده بالتصريح تصريح تصريح عشان نوصل للداخل، وزي ما قلت لحضراتكم كان الفضل لتيم البرنامج بالقاهرة فأنا بشكرهم. فخلينا نبدأ حلقتنا النهاردة على طول بعد الفاصل، وهيكون لقائنا مع الدكتورة هدى يسا والاستثمار في مصر. فاصل ونعود.